كثير من العلماء يقول بأن الإعادة من العادات وليست مرتبطة بالشرع الشريف، ومنهم من يقول لا هي واجبة. طيب واجبة إلى أي حد؟ قواعد الفقه المسألة أهل التخصص يفهمون. هل العبرة بأوائل الأسماء كيف تحيا؟ هل العبرة بأوائله ولا بأواخره؟ ما يحيا من أول ما ينبت الشعر في الزمن اسمها لحية. هل العبرة أنا الآن مثلت لحية؟ هل العبرة بأوائل الأسماء ولا بأواخرها هنا؟ لغاية ما توصل لغاية الركبة. خلاف بين أهل لا يمكن أن نختلف فيه، ولكن يمكن المجمع. العيب كل العيب إن أنت تقول لي أنت على خطأ لأنك لم تطلق اللحية، وأنا أقول لك أنت على خطأ لما أطلقت اللحية. لا خلاص عادة من العادات، ونترك كل إنسان له الضمير أولاً، القلب، الرقابة الذاتية، الإيمان هو ذا الأساس. لن تلقى ربك بلحية فقط، ولن تلقى ربك بثوب قصير فقط، ولن تلقى ربك بمظهر من المظاهر الخارجية، إنما تلقاه بالقلب. إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، ده هو ده المعيار. الأمور الشكلية ليست معيارا للحكم على الأشخاص. رب أشعث أغبر ذي التمرين لو أقسم على الله وهو مدفوع بالأبواب، يعني امشي بعيد كل يشوفه امشي بعيد، لكنه لو أقسم على الله لأغره.